نبدأ بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 60 فلسطينيا وإصابة العشرات بجراح مختلفة جراء استمرار للغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف على مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة خلال الساعات 24 ساعة الماضية. وهنا نسجل ارتفاع في حدة أعداد الشهداء خلال الساعات الماضية، وهذا ناتج عن استمرار القصف العنيف وسقوط عدد كبير من الشهداء في مدينة رفح جراء استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة، والذي طال منازل للمواطنين وأراضي زراعية ومساجد ومناطق مفتوحة واستهداف لمناطق حيوية وخدماتية في كافة محافظة رفح. وبالتالي كان قبل قليل هناك دوي انفجار عنيف سمع في المناطق الشرقية من مدينة رفح، وهناك استمرار للعملية العسكرية التي يقول الجيش الإسرائيلي بأنها عملية محدودة، لكن على أرض الواقع العملية تطال كافة محافظة مدينة رفح. القصف الجوي والمدفعي وصل إلى منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء، وكانت آخر الغارات الإسرائيلية العنيفة التي ضربت إحدى المنازل لعائلة عيد أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة. أيضا سبق هذه الغارة قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف منازل أخرى في المناطق الشرقية لمدينة أسفر عن سقوط من الشهداء والجرحى، ولكن لا أحد يستطيع الوصول إلى تلك المناطق الحمراء والتي يصنفها الجيش الإسرائيلي أنها مناطق خطر قتال، وبالتالي لا أحد يمكن الوصول، لا سيارات الإسعاف ولا سيارات الدفاع المدني يمكنها الوصول إلى المناطق الشرقية من مدينة رفح. فهناك الأوضاع كارثية وصعبة في ظل الحديث عن وجود عدد كبير من الشهداء والمصابين تحت أنقاض المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية وفي حي الجنينة وحي السلام وبلدة الشوكة وحي التنور ومناطق حدودية، وبالتالي الوضع يزداد خطورة وكارثية أيضا جراء استمرار الحصار وتشديد الحصار على قطاع غزة من خلال إغلاق معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي. معبر رفح الحدودي هو الذي يعد شريان الحياة والمتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة، وبالتالي اليوم هذا الممر انقطع وتم إغلاقه عن المسافرين وعن المرضى وعن الطلبة وعن الناس بصورة عامة. فالأمور تتجه نحو الأوضاع الكارثية والكارثية جدا. أيضا في ظل عدم توفر أبسط ومستلزمات الحياة، هناك نقص في كافة مستلزمات الحياة في السلع الأساسية، أيضا في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري وعدم إدخال شاحنات المساعدات والأدوية وأيضا المحروقات وغيرها من أساسيات الحياة. فبالتالي الأمر بحاجة إلى تدخل دولي وضغط من قبل الوسطاء من أجل إلزام إسرائيل بالرضوخ وأيضا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في كافة محافظات قطاع غزة وفق ما تتحدث به بيانات محلية في مدينة غزة. ووفق أيضا وفق مستشفى الكويت التخصصي، وصل إلى هذا المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية 10 شهداء من مناطق غرب مدينة رفح ومن مناطق وسط المدينة، وبالتالي خلال الساعات الماضية هناك وصل 10 شهداء وعشرات الإصابات جراء استمرار الغارات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي على أماكن متفرقة. أيضا دوامة النزوح سينار مستمرة، الآن تتسع هذه الدوامة مع اشتداد القصف الإسرائيلي الذي طال تل السلطان غرب مدينة رفح، وبالتالي الآن هناك نازحون ومدنيون ومواطنون من وسط ومن أيضا غرب مدينة رفح يستعدون لمغادرة هذه المدينة التي أوتهم يعني عدة أشهر خلال الأشهر الماضية، وأيضا هم الآن يستعدون للمغادرة باتجاه إلى المواصي خان يونس في جنوب القطاع أو في شمال مدينة رفح. وبالتالي هذه دوامة النزوح مستمرة وستلقي بمزيد من المعاناة لدى الناس.
الناس في ظل عدم توفر أبسط مقومات الحياة. حتى المياه في محافظة خان يونس هي غير متوفرة، أيضا الغذاء غير متوفر، الأدوية والمستهلكات الطبية. هناك الحديث عن إعادة تشغيل لمستشفى ناصر فقط لاستقبال الإصابات لربما، أو تقديم الإسعافات الأولية فقط، هذا ما تحدثت به بعض المعلومات. وأيضا هناك تشغيل أيضا مستشفى الأمل أيضا لاستقبال لقسم الطوارئ والإسعاف فقط، وهذه يعني التشغيل مبدئي لربما، لكن هناك هذه المشافي بحاجة إلى أجهزة كبيرة التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة خان يونس خلال الفترة الماضية، الذي قام الجيش الإسرائيلي باجتياح وأيضا اقتحام هذه المشافي ودمر كل شيء داخل هذه المشافي، وتمت بجهود لربما محلية وأخرى عربية إعادة تفعيل بعض الأقسام مثل الاستقبال والطوارئ في هذه المشافي من أجل الاستقبال وتقديم إسعافات أولية فقط دون إجراء عمليات كبرى في تلك المشافي. فالأمور صعبة وقاسية جدا، ونحن ننتظر والجميع يترقب ما يدور في القاهرة من مباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن تفاءل الناس هنا بعد قبول حركة حماس للمقترح المصري والمقترح القطري من أجل التوصل إلى لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة. إذن أيمن أبو شنب مراسل القدم من رفح، شكرا جزيلا لك.